بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه. سي محمد، مرحبا، رمضان مبارك سعيد. الله يبارك فيك. بارك الله في عاده الله علينا وعليكم ان شاء الله باليمن والخير والبركات. امين. بارك الله فيك سي محمد. امين. سي محمد، سبب هذا النقاش، هذه السهره الرمضانيه، وربما نقاش كان جمعنا انا وانت، ربما بسبب واحد المظاهر ربما التي نشاهدها في المجتمع. نرى كثيرا من الناس غير مضبوطين بالشرع. ربما الشباب اليوم اصبحوا ربما كثير من الفتيات المتبرجات، كثير من الشباب يعني يرتمون في حدث المعاصي وكذا، ربما هذا يعني بسبب الغفله، ربما لم يجدوا من يوجههم الى طريق الخير. وبتنقل السي محمد، هاد الناس ربما الذين يعني مرتمين في حضان المعاصي وكذا، يعني مسؤوليه من، المسؤوليه تقع على من يعني في هذا الحال الذي وصلوا اليه؟ يعني تلقى شباب يعني ربما الدين هو اخر شيء ربما يعني يشغل حياتهم ويشغل تفكيرهم. فنقدر نقول السي محمد ان المسلمون هم المفرطون، ومثلا لا شك الدعاة يعني من وصل نعم. إليه الخير بأن تعرف على ربه وكذا. يعني هذه المظاهر التي نراها في المجتمع، يعني إلى من يرد يعني السبب؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره إلى يوم الدين. كتوصيف لما تفضلت به سي أحمد، توصيف عانى أنبياؤنا صلوات الله وسلامهم صلوات الله وسلامه عليهم جميعا، عانوا مع أممهم، لأنه عندما يأتي الرسول يأتي والمجتمع الذي أتى إليه لدعوته إلى دين الله تبارك وتعالى من أمور كثيرة، والقرآن قد سطر هذه الأمور من لدن نوح عليه الصلاة والسلام وهود وشعيب وما إلى ذلك. يأتون إلى أممهم فيدعونهم إلى الله تبارك وتعالى بقصد ماذا؟ هو أن يكونوا عبادا لله تبارك وتعالى، لأن الأصل الذي من أجله خلقوا ألا وهو عبادة الله تبارك وتعالى، كما في محكم تنزيله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا الهدف الذي من أجله خلقوا أقسم الشيطان قبل خروجه من الجنة وطرده لا يترك أحدا من البشر إلا وماذا؟ إلا وأغواه وأخرجه عن الطريق. نعم. فهذا الإخراج يلزم منه ماذا؟ من يدله على الخير، لأن الشيطان والعياذ بالله جلس بالطرق التي ماذا يريد سلوكها عباد الله، يجلس لهم بهذه الطرق فيمنعهم من ولوجها، وفي نفس الوقت ماذا يفعل؟ يقوم بأن يدلهم على طرق مخالفة. ولذلك يكثر في كتاب الله تبارك وتعالى الحديث عن الصراط المستقيم، يعني مقابلها ماذا؟ الصراط المعوج، الصراط ماذا؟ غير المستقيم. نبدأ من أول سورة في كتاب الله الفاتحة، ماذا فيها؟ اهدنا الصراط المستقيم، ماذا؟ صراط الذين أنعمت عليهم. يعني هناك من هو منعم عليه، إذن شكون هم هذوك المنعم عليهم؟ وزاد الله تبارك وتعالى تأكيدا وبيانا بقوله غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذن هناك منعم عليه وهناك مغضوب عليه وهناك ضال، واضح؟ إذن كيف السبيل إلى الولوج وإلى الوصول إلى هؤلاء؟ هناك كما يعني تحدثنا في إحدى الحلقات عن خطاب العالم لماذا؟ للمخالف، خطاب الداعية بين قوسين، وإلا فالداعية بين قوسين هو العالم، هو الواعظ العالم، واضح؟ الذي يعني قرأ الشريعة وقام بدلالة الناس على طريق الله تبارك وتعالى. وانظر لتعبير الحديث النبوي، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب.
يعني أن العالم مثله مثل القمر، لأن القمر يهتدى به في ماذا؟ في ظلام الليل، يهتدي به الناس لنوره لكي يدلهم على الطريق. فهذا هو الدور الذي يقوم به العالم. إذن كيف السبيل إلى الوصول إلى هؤلاء؟ الناس أصناف، حدثت أنت صنفا. نعم. الصنف الأول من الناس كما يعني ذكرنا هم غير مسلمين، واضح، من ملل أخرى، تعتقد اعتقادات مخالفة لدين الله. مثلا كما نشاهد في عصرنا، نحن هناك من يعبد البقر، هناك من يعبد مثلا الحجر، هناك من يعبد الشجر إلى آخره. كيف لنا أن نصل إلى هؤلاء؟ نعم، نحن سنرجع إلى ماذا؟ إلى كتاب الله تبارك وتعالى، وننظر فيه كيف تمكن أنبياؤنا من خطاب ومخاطبة أقوامهم لكي يدلهم على الطريق. المخاطبة تكون في مثل يعني هذا الصنف الذي ذكرنا، مخاطبة عقلية حجاجية مبنية على براهين. هذا هو الأمر الأول. ولهذا إذا أردت أن تكلم أحدا غير مسلمين فلا تتحدث إليه بالقرآن. القرآن لا يستدل به في ذلك الحال. ما معنى لا يستدل به؟ القرآن ماشي تقول له قال الله تعالى في القرآن الكريم كذا وكذا وكذا وكذا، لأنه عنده خلل في تصديق القرآن. إذن تستدل للقرآن بعد بالعقل، كيف أن هذا القرآن من عند الله؟ أولا إن كان عنده مشكل في مثلا وجود الله تبارك وتعالى، هو الأول ستجلس معه صح التعبير جلسة ومحاورة عقلية، نعم، تثبت له بها ماذا؟ وجود الله. نعم. وإن عندما تثبت له وجود الله، هذا الله تبارك وتعالى أو هذا الإله المستحق للعبادة سبحانه وتعالى، يجب أن تثبت له ما يجب في حقه، أن له قدرة، أن له إرادة، أن له علما، أن له ماذا؟ حياة، أن له غنى مطلق، أن له أن له. عندما تثبت له هذه الأمور تبني عليها أن الله تبارك وتعالى بأموره هذه أو بهذه الصفات الثابتة له يجب أن يعبد لهذه الصفات. نعم. وجد أن هناك من الخلق مفهوم ما لا يستطيع تصور ذلك، إذن نحن يعني الله تبارك وتعالى ماذا يفعل؟ يرسل نبيا من أنبيائه لماذا؟ للأقوام المنحرفة الخارجة عن الطريق. في زماننا نحن الرسالة انتهت، باش انتهت الرسالة محمد صلى الله عليه وسلم بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو ختم الأنبياء، باش توقفت. جميل جدا. إذن من سيتولى بعده ذلك؟ العلماء. نعم. ورثة الأنبياء. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم. العالم هنا سيقوم بدلالة غيره على الله تبارك وتعالى، كما أن النبي يقوم بدلالة ماذا؟ عباد الله الخارجين عن طريق الله إلى ماذا؟ إلى دين الله. فهنا يمارس ماذا؟ الحجاج العقلي. القرآن كثير فيه هذا الشيء. سورة الأنعام مثلا فيها الحجاج العقلي كاين بالزايد. الحجاج العقلي في سورة الأنعام بالزايد كثير، من أولها إلى آخرها، سورة المكية كلها ماذا؟ حجاج عقلي. نعم. لأن المشركين خطابهم بالحجاج العقلي سيردهم إلى ماذا؟ إلى حظيرة عبادة الله عز وجل. واضح. عود ثاني العلماء نفس الشيء يفعلون لو قدر لهم مثلا وكانوا منضوين تحت مثلا مؤسسات، وهذه مسؤولية ماذا؟ الدول الإسلامية جميعها. نعم. تأسيس مؤسسات مفهوم دورها هي التوعية ودلالة غير المسلمين على دين الإسلام. نعم. لأن هذه مسؤولية ليست لشخص واحد ولا لأشخاص معينين، مفهوم، مجهودة فردية، بل هذه مجهودة مؤسسات، مفهوم، مؤسسات يعملون على ماذا؟ على أخذ العلماء يعني للذهاب بهم إلى مناطق بعيدة، مفهوم، غير بلاد الإسلام،
فيقومون بتوعية وتوجيه الناس وبمخاطبتهم لكي يصلوا. في حال مثلا قدر ولا ذلك، فإن من كانت عنده غيرة على دين الله تبارك وتعالى يقوم بهذه المهمة. تحدثت عن قضية أناس مثلا حتى موجود هنا في بلاد الإسلام تجدهم يمارسون مخالفات شرعية والعياذ بالله، مثلا يشربون الخمر، قد يصادفك وأنت سائر في الطريق في منطقة في مدينة تسكنها معينة شبابا يجلسون أو أناسا يشربون الخمر والعياذ بالله، مع العلم أنه المقرر ماذا؟ أن الخمر حرام، أليس كذلك؟ نعم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ياك، ما هو الدور ديالي أنا كشخص بالنسبة لهذاك الرجل اللي كنشوف؟ أشنا هو الدور؟ مثلا واحد الجهد ديال المقل إن صح التعبير. نعم. لقد وقع معي تكرارا ومرارا هذا الأمر، وقع معي تكرارا ومرارا، لا أتحدث معه في ذلك الوقت، أتركه إلى حين مثلا إلى حين أن يكون واعيا. فأذهب إليه ألاطفه وأمازحه، أتحدث إليه برفق ولين، لأن هذا من المقتضيات. أش قلنا في الآية اللي ذكرنا اليوم؟ أش قال الله سبحانه وتعالى؟ أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. الحكمة، أنا أش قال علماء التفسير المقصود بالحكمة؟ القرآن. لكن من معاني الحكمة في غير هذا الموضع ماذا؟ السنة. ومن غير ومن معاني الحكمة هو وضع الشيء في محله. نعم. مفهوم؟ فتخاطبه فتنظر في حاله، تحاول ترقيق قلبه. نعم. هذا الشخص ألاطفه وأمازحه، ياك، إلى وأحاول أن أرقق قلبه، أخاطبه بخطاب لين. نعم. فلعل الله سبحانه وتعالى هذه الكلمة التي سأتحدث إليه بها لن ينتفع بها في الحال، ربما ينتفع في بها بعد، من بعد قدر ينتفع بها من بعد. نعم. وما يدرك، ربما أن تلك الكلمة التي تحدثت إليه بها ربما قد تفيده في لحظته تلك، وقد ربما لا تؤثر فيه إلا بعد مرور وقت معين. نعم. إما أن يقع عليه مثلا ضيق، وهذه بالتجربة، عندما يكون الإنسان في ضيق يلتمس ويبحث عن شخص يظن فيه أن فيه نجاته، وهذا واقع فتدل على الطريق. جيد. هناك قضية أخرى، مثلا هذا فعل ممارس، مثلا بالنسبة لخطباء المساجد وإمة المساجد حتى هم مسؤولون. نعم. هذا الباب، الجمعة التي يخطب، لماذا لا تعد أيها الشيخ، أيها الداعية، أيها الفقيه، أيها الإمام خطبة تلامس تلامس قلوب هؤلاء؟ نعم. خطب تدغدغ مشاعرهم الدينية الإسلامية، فيهم خير، إنما يحتاجون لرجل مقنع يستمعون لكلامه ويحركون. صادف مدة مرة أن أنا بني أحد إخوتي وأحد أصحابي أئمة المساجد على قدر من العلم جزاه الله خير، نذكره الآن. يعني طلب مني أن أخطب خطبة جمعة في أحد أحياء المدينة التي نسكنها في أولى التيمة في بوخريس بالضبط. ذهبت صعدت المنبر فبدأت أتكلم، وأول ما بدأت به خطبتي هو الآية التي قلت يجب أن تكون شعار كل مسلم مؤمن، ما هي؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قلت هذه الآية شعار كل مسلم. فبدأت أتحدث إلى الناس وأفاض الله تبارك وتعالى ما أفاض الله به، فوالله إني رأيت وجوه الناس من أول الخطبة إلى نهايتها مشرئبة تستمع وتنصت، ويعني استعملت حتى مسائل عقلية. قلت لهم إن الله تبارك وتعالى يعني يدعو الخلق لعبادته
وهذا هو المقصود الأعظم من الخلق. بل قلت لهم كل إنسان إنسان كيف ما كان عنده اعتقاد في قلبه، إلا أن الاعتقاد الحق هو الذي يوافق دين الحق، والاعتقاد الفاسد هو الذي يعني يوافق الاعتقاد الفاسد. وقلت لهم إن من الأمور التي هل علم اللي قلنا ومن الأمور التي تعرف في العلم هو تحديد ماهية الشيء. اسمح لي أنا غادي نخرج. ماهية الشيء، حقيقة الشيء، ما يسمى عند المناطقة بماذا؟ عند المناطقة عندنا مبحث التصديق وعندنا مبحث التصور. ما معنى التصور؟ أي ما هو هذا الشيء؟ أتصوره ما هو؟ ما هي حقيقته؟ الإنسان قالوا في تعريفه وهو مثال يتداول كثيرا في كتب المنطق، تعريف الإنسان بقولهم حيوان ناطق. ما معنى حيوان؟ حيوان أي كائن متحرك بالإرادة، وناطق أي عاقل، هذا هو المعنى. قلت تابعا لفائدة استقيتها وأخذتها من شيخنا مولود السريري، أنه قال في مرة جالس يشرح أحد الكتب وأنا أستمع إليه، قال لعله يعني الناطقية تستبدل وتبدل بماذا؟ بمعتقد. فيصح أن يقال في الإنسان حيوان معتقد. ما كان شيء إنسان ما كيعتقد شيء حاجة، ما يمكنش توجد شيء واحد. حتى ذاك اللي مخالف الشريعة مثلا في أفعال السلوك دياله كيعتقد بأن هذا الخير راه ينشطني أنا، يعني أن اللبس مثلا، لبس مثلا المرأة لغير الحجاب مثلا تعتقد في نفسها بأن هذا تحضر مثلا، أو أن هذا يعني شيء جميل جدا ما فيه التمشكل. أو لا العكس بالنسبة للشاب عندما مثلا يقوم بحلق رأسه بحلاقة مثلا غير سوية، يظن عند نفسه بأن بهذه الحلاقة، إنما أنا يعتقد عند نفسه بأن أنني أصبحت لاعبا مشهورا، أو أنني سأحاول أن أكون من المتحضرين بهذه الحلاقة، أو إلى آخره. نعم. الاعتقاد لا ينفك عنه إنسان، واضح؟ جميل جدا. إذن هذا توصيفك في هذه الحالة، كيف سأخاطب هذا الشخص؟ مفهوم؟ نعم. ومن خرجنا لها قلنا أن الخطباء الذين يخاطبون الناس مسؤولية كبيرة ملقاة على عاتقهم، لأنهم الوحيدون الأسلوب. نعم. يخاطب به الناس. نعم. من الوحي أو من الناس الذين يهيأ لهم حضور خلق كثير من الناس. نعم. في يوم الجمعة، وهي فرصة ذهبية، لكنها بعضهم يستغلها. نعم. وبعضهم هنا لا يستغلها. محمد نقدر نقول أنه المظاهر التي نراها يعني في المجتمعات. نعم. من بعد عن 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 دين الله وعن الطاعة وعن يعني المقصد الذي خلق الله من أجله العباد، وهو العبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لما نرى هذه المظاهر، فهل يمكن قول أن هذه المظاهر ما هي إلا بسبب يعني فشل الدعاة يعني في إيصال دين الله تعالى للعباد؟ يعني إذا أنت قلت أن يعني أئمة المساجد يجب أن يتكلموا مع الناس يعني بخطاب يعني يستملونهم إليهم، إلى يعني يؤثرون فيهم يعني بحسن الكلام، يحضرون يعني خطبا يعني تلامس مشاعر الناس ويعني ويعني وتأخذ انتباههم. ولكن بما أننا ربما نرى هذه المظاهر في المجتمع، أن الناس بعيدين عن الدين وكذا، ربما نطرح علامة استفهام، هل الدعاة ويعني والناس الذين يتكلمون في الدين والمفروض منهم أن يهدون الناس إلى طريق المستقيم، هل يعني فشلوا يعني في أداء هذا الدور؟ هو هناك هذا الذي يمارس دعوة غيره لطريق. نعم. الله سبحانه وتعالى، هل هو مقتنع في هذا الذي يفعل؟ نعم. هل هو مقتنع به؟ هذا هو الأصوب في اللغة. هل هو مقتنع به؟ بمعنى أولا فقد الشيء لا يعطيه، واضح؟ ما معنى فقد الشيء لا يعطيه؟ أنا أريد الخير للغير، يجب أن أتحلى به ابتداء. لذلك يروى عن الحسن البصري
أنه قال من كان بعيدا عن الله كيف له أن يذكره. نعم، وهذا يعني ما جاء في الآية الكريمة لما عاب الله تعالى على بني إسرائيل قال أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. نعم، هذه نقطة. يعني الداعية هو أولا يجب أن يتجسد فيه يعني ما يدعو إليه. نعم، هذه نقطة. نقطة ثانية، هل عنده من العلم ما يعينه على دعوة غيره إلى طريق الله سبحانه وتعالى؟ لأن العلم ضروري. نعم. ثم الخطاب الذي يوجهه، هل هو خطاب بنائي؟ شوف أنا دروك غادي ندخل في الصميم لأن فكرتيني، واش هو خطاب بنائي ولا خطاب يعني خطاب لحظي؟ نعم، وغادي نشرح هذا الكلام مزيان. قال على هذا الكلام، إلا مشيت غبرت قول لي البنائي واللحظي باش نسميته. نعم، أولا الذي يدعو يجب أن يكون يعني يش على قدر من طاعة الله تبارك وتعالى، عبادة الله سبحانه وتعالى. نعم، لكي يكون تأثيره في هؤلاء أو تأثيره في من يتكلم فيهم تأثيرا كبيرا. نعم، هذه مسألة أولى. مسألة ثانية، يجب على الذي يدعو غيره، راه لا يكفي فيه مثلا هناك من الصادقين الذين يذكرون تجد أن عنده قلة علم. نعم، فقلة العلم هذا تنعكس في ماذا؟ في خطابه. ذاك القلة ديال العلم في خطابه، لأنه حيت كتسمع أنت العلم يفهم منه ماذا؟ أن يكون يعني مثلا عارفا أخذا حديثا يحفظه يفهم معانيه كذا، لا يكفي. نعم، إحنا إلا قلنا على قدر كبير من العلم راه خصو يكون عنده أصول. أخا إحنا كاع ما يوصل ديك الدرجة، ولكن المهم قال الأصول. دارس لعلم الحديث، عنده اطلاع على علوم اللغة، عنده دراية بالفقه، عنده معرفة بالتفسير. وقد تقول هذه معلومات موجودة في الكتب، لا، هذه المعلومات التي درسها تنعكس على الداعي وتنعكس على العالم بماذا؟ بأن تربي فيه الملكة. وهذا الأمر كثيرا ما يذكره شيخنا الشيخ محمود السريري. الملكة، ما معنى الملكة؟ ملكة ماذا؟ تؤهله في حسن التصرف، كيف يعني يخاطب الناس. لأن الداعية والعالم، الداعية العالم، الداعية العالم يجب أن يكون خطابه إقناعيا، ليس فقط يؤدي دورا، عنده خطاب إقناعي، بمعنى أن الشخص الذي يستمع يجب أن يكون مقتنعا بخطاب هذا الذي يستمع إليه. واضح؟ هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة، من الأخطاء التي يعني تقع هو أن الإنسان يحاول تحريك العواطف، وتحريك العاطفة غير كاف، لأننا يعني بتحريكنا لتلك العواطف ماذا؟ يكون التأثير لحظيا. وهذا التأثير اللحظي إما خلال الخطبة مثلا يخرج والله أكبر ما شاء الله خطبة جميلة جدا استفدنا وانتفعنا، بعد يومين أو ثلاثة بارك الله فيك تلك الخطبة التي استمعت، ما هي الثمرة التي جنيتها؟ نعم، ما الذي انعكس عندك؟ ما تأثيرها في حياتك؟ نعم، نعم، مزيان. كل من أخاطبه، أتحدث أنا عن نفسي وعن من يعني كان عنده هم للدين، خاطبت أي واحد من الناس أو خاطبت أناسا وخرج عندي ولم يثمر عنده ماذا؟ خدمة وعمل لدين الإسلام، قد يخسر ترجع عندي أنا. لأن القصد من الذي أخاطبه أن يكون رجلا نافعا لدين الإسلام. نعم، على الأقل يبدأ براسه يحفظ القرآن بسم الله يلا، هؤلاء الذي خطبة ما شاء الله استفدت كذا وكذا بسم الله يلا، شي برنامج ديال حفظ ديال القرآن بسم الله، شي برنامج علمي بعدا تقرأ العلم الواجب بسم الله إلى آخره. إذن التأثير اللحظي غير كافي، وقد جربنا ذلك ولاحظناه وشاهدناه. كم من الأناس خلق كثير يحضرون إلى خطب جمعة بعض من نعرفهم قديما، أعطيني منهم عددا
يعني مثلا ظهرت فيه الثمرة. على الثمرة يعني بينه وبين ربه ربما غير كافية. إذن هذه هي العلمانية. العلمانية التي تثمر إنسانا تكون علاقته بينه وبين الله فقط غير كافية. نعم. هل هذا الذي مارسه النبي صلى الله عليه وسلم في زمانه مع أصحاب رسول الله لو كانت هذه الثمرة هي فقط المقصودة إذن لما وصل الإسلام إلى المغرب الآن؟ ياخدنا حتى حنا دروكا باقي حنا ما زيدي يعني باقي حنا نتسناو داكشي اللي خلاتنا داهية بنتو تانيتو وأسميتو جوبا وماسينسا ويوغرطا ياك تفهمناو والفينيقيين والقرطاجيين والرومان اللي كانوا هنا أزيد وأنا معك باقي عندنا مازال. يعني قصدك أن تبليغ الداعية يثمر عندك ماذا؟ هم لخدمة الدين. نعم. هم لخدمة الدين. لذلك كما قلت من المظاهر السلبية أن تجد الشخص مثلا مصحف مسجد صلاة دار فقط. لعل هذا جهده. نعم. لعل ربما هذا ما يطلق وزي ما يقدر يدير أكثر من ذلك شيء. إيوة ربما الناس يختلفون يعني. استفزني دروك. نعم يستطيع أن يفعل. يستطيع أن يفعل. ربما الناس لا يتساوون يعني في القدرة. نعم. كل واحد يعني والقدرة التي يعني والأشياء التي يطيقها. أنا أجيب. نعم. مزيان. يعني أنا قلت لك هذيك الكلمة باش نضحكوا شوية. نعم. ما نعرف القصد ديالك. مثلا كل شخص صلى يرجع إلى بيته. هؤلاء الأطفال. الذين يخرجون مثلا وهذه من المشاكل التي أصبح الناس يعيشونها. هؤلاء الأطفال أليس الأجدر بهم أن تكون لهم حصص خاصة يحفظون فيها القرآن؟ أسيدي بينهم يلعبوا وتتادك اللعب ديالهم يتضبط ما عندنا حتى مشكل لأن ما يمكنش الدري الصغير ما يلعب. يلعب أسيدي لكن يكون مضبوط يكون عنده مثلا اش يجتمع مثلا جيران درب معينين. انا هذه بعدا كان عياما نقولها للناس عييت ما نقولها للناس. جيران درب يخصصون وقتا معينا لابنائهم في ذلك الحي الذي يسكنونه يخصصون ماذا محفظا للقران. نعم. راه من هذه دول الاسلام قديما مفهوم من هذه دول الإسلام قديما أنه بمجرد ما يبدأ الطفل في الكبار يأخذ بيده إلى أين؟ فين كيديه؟ كتاب. كيديه الكتاب. وكاين ما يسمى بمعلم الصبيان. حتى إن هناك حتى في كتب ماذا؟ الأدب التي فيها النوادر المضحكة مثل كتاب الأخبار الحمقى والمغفلين خصص فصلا بمعلم الصبيان. نعم. وحتى في كتاب الأذكياء خصص فصلا بمعنى أنها كانت عادة حتى الحجاج بن يوسف الثقفي كان معلما للصبيان مثلا. نعم. أشنا هي المقصود من التعليم؟ المقصود أن الطفل عندما يذهب إلى المسجد يتعلم قصة من كتاب الله تبارك وتعالى وأبنيه بناء منظومة ابن عاشرين هذه الأجرمية في علم العربية مقدمة. القصد منها كل من يريد أن يتعلم العربية يبدأ بهذه المقدمة ومنهم الأطفال الصغار. مفهوم؟ الأطفال الصغار عندما يحفظوا القرآن يحفظوا هذه الأجرمية فتكون في لسانه كماذا؟ كالقرآن. فإذا سألت عن الفاعل ما هو الفاعل؟ الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله كما قال ابن أجرم هكا. تسألوا عن مثلا المبتدأ هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية من صغرك يحفظها. نعم. واضح وتيكبر ويشب عليها هانت بعد بسم الله عتيتيه واحد اش واحد الجرعة من العربية. ربما نعود إلى إذن أنا اش كنقصد لك البناء هذه قبل ما ننسى عندنا ذاك التأثير اللحظي غير كافي. نعم. لأن التغيرات والتأثيرات ماذا كيف هي تأثيرات صعبة جدا. مثلا هذا التغير اللحظي مفهوم خرج الإنسان دون أن يربط مثلا بعقيدة الإسلام دون أن يربط مثلا بتراث الإسلام قد تهجم عليه فكرة
فكرة الإلحاد مثلا يعاني منها شبابنا اليوم، تهجم عليه فكرة، كيف سيدفع عن نفسه إذا لم يكن عنده مثلا ماذا؟ سابق علم بأن هذا الإلحاد باطل، بأن يحفظ مثلا على الأقل ماذا؟ متن ابن عاشر ومقدمته خصوصا مثلا، عندما تكون عنده تلك المقدمة يحفظها، إذا هاجم عليه الإلحاد يسهل عليه أن يرده. وفيه جواب على هذه الفكرة، فكرة الإلحاد عنده جواب، وجوده له دليل قاطع، حاجة كل محدث للصانع، هذا جواب على فكرة الإلحاد من أساسها. ها وحدة، إذن هذا هو المقصود بالبناء. وإلا فالدعاة الذين هم مشكورون فيما يفعلون، يعني يعظون الناس ويذكرونهم بالله، لكن ذلك التذكير خطابهم خطاب مذكر، يعني يذكرون الناس ويحاولون ماذا؟ تنبيههم إلى المقصود والأعظم اللي هو مدى عبادة الله تبارك وتعالى. هناك كذلك صنف يجب أن يفتح له الباب، وهو من عنده علم لكي يحاول أن يبني الشخص المسلم، المسلم الحقيقي، ها؟ اللي عنده أشكال، قصد المسلم الحقيقي اللي عنده بناء إما عقدي، على الأقل بناء عنده علاقة بعبادته، باش ديك الساعة حتى إلا كانت شي حاجة ما تاكل معه والو، إن صح التعبير، يكون صخرة صحيحة، أي شيء يعني إيش يأتي إليه ينكسر. أما إحنا راه دروك تعش عندنا إسفنج، أي شيء يتشربه فيؤثر فيه فيغير مساره الفكري ومساره والعياذ بالله ومساره الاعتقادي، مفهوم؟ نعم. وهنا تكمن الخطورة. إذن إحنا نريد شخصا بناء يبني. ولذلك مثلا العلماء الذين يتفطنون لهم في هذه القضايا، وحتى ينقدر لهم مثلا الظهور على الشاشات، يعتنون بهذا الجانب، مفهوم؟ أعلم أنا أحد دعاة الأزهر، واحد ماشي دعاة، أحد علماء الأزهر، الشيخ أسامة سيد الأزهري، خصص حلقات يتحدث فيها عن الإلحاد، وهو يقوم بالبناء وينبه غيره من أهل الإسلام على خطورة الإلحاد. وكل ذلك هو ماذا؟ يقوم بماذا؟ بتمنيع المسلمين ضد هذا الفكر حتى لا يتسرب إليه. نغضوا ولا بعض غضوا، يجي شي واحد كما شاهدت بعضهم يأتي ويحمل كتابا من كتب الشريعة الإسلام ويبدأ يقول انظر الأخطاء وكذا، أخطاء قبل أن تحكم بعد واحد القضية. هذا الذي يحكم على هذا الكتاب بأن فيه خطأ خص يكون بعد عنده الأهلية. هذه ديما أنا كان نجلس مع راسي وكان بدأ نفكر فيها. دابا عندنا شخص عالم، من سيحكم عليه؟ عالم مثله. عندك عالم مع عالم، هذا يحكم على هذا بأنه عالم وهذا على أنه عالم. عندك سيدي جاهل مع عالم، جاهل الحكم ديالو كاع انا ما كيأثر لي انا في هذا واش عالم ولا ماشي عالم، حيت بعدا ما عندوش الاهليه باش يحكم. عاد جاهل مع جاهل شنو بيه؟ خص لي بغى يحكم على العالم بانه عالم، خص يكون عالم بهالو. اما واحد جاهل كان بداو حنا الجهال هما الذين يرفعون من يرفعون ويخفضون من يخفضون. واضح؟ اذا هذا هو النقطه فين كاين النقاش دابا هنايا. اذا حنا نريد الشخص البناء، والبناء لا يكون الا بالعلم، بأي طريقة تبلغ، ما عندها مشكل في هذاك الشيء ديال التبليغ، ولكن خص الإنسان أش يبلغ العلم، لا يبلغ مجرد العواطف. نعم. الدغدغة وداك الشيء ما عندنا ما نديرو به، أنه يدغدغ العواطف ويكون التأثير لحظيا، داك الشيء ما غاديش يثمر لنا حتى شي حاجة. نعم، يعني قلت أنا العلماء يعني هم الذين يبلغون. نعم. مسألة أخرى، أنا كمسلم يعني ألا أما يجب أن أعمل بالآية أو الحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه بلغوا عني ولو آية؟ يعني أنا مسلم علمت آية مثلا فهمتها يعني وعملت بها، أما يجب علي أن أبلغها؟ يعني كل مسلم، أنا أفهم أن كل مسلم فهو داع إلى الله. نعم ليس فقط العلماء الذين وصلوا يعني مرتبة من العلم وتبحروا يعني في العلوم الشرعية وكذا. يعني مثلا ربما كان جمعنا نقاش قبل قليل عن مثلا ربما النصراني او الكافر الذي اتعامل معه مثلا في البيع والشراء وفي يعني في مصلحه يعني دنيويه، فاما سياتي يوم القيامه مثلا ان مات على كفره ويقول يعني ويقول لله تعالى يعني هذا كنت معه في الدنيا يعني وصاحبته وكذا ولم يدعني الى دينك، يعني المسألة هذه يعني ولو لم أكن عالما وليس عندي من العلم الشرعي يعني ما يكفي، أما يجب مثلا أن أبلغ دين الله ولو يعني بالشيء اليسير يعني القليل المتيسر؟ نعم. مرة علي بن أبي طالب رضي الله عنه فيما يحكى عنه مرة برجل يعظ الناس
فقال له يا هذا أقرأت ناسخ الناسخ والمنسوخ؟ قال لا. قال فما كان لك أن تتكلم إلا بعد أن تعلم الناسخ والمنسوخ. يعني هذا كان يعيد الناس وكأنه يعني يجمع الناس ويعيدهم. نعم نتكلم. وكأنه يلعب دور العالم هنا في هذه الحالة. مش نفهمه راه بحال بحال ذاك الوظيفة ديال الوعظ سواء كانت لفرد أو لجماعة معينة مثلها مثل يعني أن أنا الذي أريد أن أقول ممارسة الوعظ يجب أن تكون من ماذا؟ من كان عنده دراية بالعلم. علاش؟ نعم. غادي يجي شي واحد يقول له مثلا دز في رمضان لقى واحد الحديث وجد حديثا افطر الحاجم والمحجوم الشريف قضي النهار انت صايم انت افطرت مثلا المشكله هذه على راي بعض الفقهاء هذا منسوخ وقد افتاه بماذا بمضمون منسوخ مثلا واضح مثلا المهم يكون عنده علم واحد القضيه انا دروك فاش تكلمتي معاه ولزمتيني وسكتت تكمشت قلت لي سمعت منك الله يسخر هذا هو المطلوب حدك تما سمعتي مني هذيك حدك تما تزيد لها القدام لا لا هو اما انا مثلا نمشي ياك تفهمنا لشي مجلس وياك تفهمنا وندير انا واحد الحديث ونبدا نتكلم فيه وفي الاخر ياك تفهمنا وتهز التليفون وتقول بلاتي نسول الفقيه ولا شي حاجه ياك تفهمنا اش دار لك الفقيه واحد الحديث راه تناقشت مع شي اخوان في هذه النقطه هذه وكذا 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 اقول لك بارك الله فيك هذا الحديث منسوخ اش هو كتقول مشي تقلب على هذوك تقول لهم بلاتي زكاو اسمح لي والله الا راه منسوخ ما تاخذوا بهذاك الشيء اللي قلناه الو الله يرحم لك الوالدين شتي الخطوره هذه هي من باب ماذا التقول على الله بغير علم وربما الخطوره هنا في اعمال العقل يعني في تاويل النصوص لكن مثلا ان سمعت مثلا تفسيرا لحديث مثلا او لايه قرانيه عن من سمعته من عالم ثقه يعني عالم كبير مثلا سمعته مثلا كيف عرفت انه عالم يعني ربما يعني يظهر في الاعلام يعني ربما ممن شهد لهم يعني الكبير والصغير انه من العلماء انه هو يعني الكبير والصغير هذا ما غاديش ينتهي لا ربما غادي نوحد حتى يعني سؤال. يعني ربما يقدر نقولوا مثلا يشهد له الناس يعني في اقطار الارض انه عالم من هم الناس لا داعي يعني لذكر اسماء حرب العموم استغراق لو سمعتني سيسيل انا فراسك هذه الالزامات دروك خص كلشي تجاوبني عليهم لا هو ربما الالزامات هذو انت قلت ممن يعني تسمع لهم وتشهد لهم بالعالمية نعم أسامة الأزهري نعم أسامة الأزهري مثلا اعتبرني مثلا نعم. سمعت لدرس لأسامة الأزهري نعم يعني هذا من العلماء نعم نعم سمعت له يعني تفسيرا لحديث أو يعني تكلم في مسألة فقهية معينة وهذا الدرس الذي يعني سمعته منه فهمته ووعيته جيدا نعم فذهبت يعني مثلا عند صديق أو عند مثلا أحد من الأقرباء أو كذا يعني وحددته بنفس الفهم الذي فهمته يعني من أسامة الأزهري فهذه الحالة أنا عندك مشكل لم أعمل عقلي حدك تم ما قلت لك لزمتني تم ما يسمى يعني بالإلزام ياك في هذه الحالة أصبحت داعية الإلزام في علم الجدل ياك فهمتي ما معنى الإلزام الإلزام حتى في علم الكلام ما معنى الإلزام يعني تعطي فكرة ياك فأقول لك كذا أنا ندرك مارست معك الإلزام في أمور عدة نعم واضح هنا ألزمتني حقيقة استمعت للشيخ أسامة السيد الأزهري استمعت للشيخ أنا فقط جئت بهذا المثال لهذا الشيخ لأنك يعني علمت أنك لن ترد يعني مسألة أنه من العلماء لأنك يعني تستمع إليه أنا معك أنا أتكلم عموما يعني هناك علماء آخرين ربما أنا المعيار الذي ستحكم به على أن فلانا عالم ربما يشهد له يعني ملايين البشر انه عالم مزيان نعم. هل الزم الزمتك جواب مثلا تجد عنده قناه مثلا على اليوتيوب فيها نعم. ملايين الناس مشتركين ويستمعون له لا. وعنده مثلا ليس هذا هو المعيار 40 سنه من 50 سنه من الدعوه ليس معيار وهو يعني ثقه ويسمع له الناس ليس معيار قلت لي الشيخ اسامه السيد الازهري انا استمعت لشرحه على اختصار علوم الحديث قال جريا على سنن علماء الحديث وبطلب من أحد الطلبة الحاضرين
او بعد هكذا هما اللي كيقولوش الطلبه داكشي ما دار عندهم احترام تام. شوف راه كيقرا عنده في الحلقه قال لي احد الشيوخ الحاضرين نعم السلام عليكم العلم هو العلم. قال استجابه او جريا على عادتي علماء الحديث المتقدمين ونزولا عند طلب احد الشيوخ الحاضرين في معنى الكلام الذي طلب الي ماذا ان اسرد حديثا او ان اسند له حديثا المسلسل بالأولية. عمرك سمعت بهذا الحديث؟ لا مزيان. ما هو الحديث المسلسل بالأولية؟ حديث المسلسل بالأولية الحاج أحمد. ما هو حديث المسلسل بالأولية؟ جرت عادة المحدثين قديما أن الطالب إذا جاء إلى شيخ يريد أن يتلقى عنه الحديث جرت السنة بينهم السنة المعتادة أنه يحدثه بحديث المسلسل بالأولية. ما هو حديث المسلسل بالأولية؟ هو أن كل شيخ إذا أراد أن يلقن طالبه بالحديث يقول له أول ما حدثني به شيخ فلان عن شيخ فلان قال حدثني أول ما حدثني به شيخ فلان إلى أن ينتهي الإسناد المسلسل بالأولية إلى سفيان بن عيينة رضي الله عنه وهنا ينتهي مسلسل بالأولية. عن سفيان بن عيينة رضي الله عنه عن عمرو بن دينار رضي الله عنه عن أبي قابوس عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الراحمون يرحمهم الله يرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء بسكون الميم أو يرحمكم من في السماء. هذا الحديث الشيخ السيد أسامة الأزهري حفظه الله يذكر في شرحه على اختصار علوم الحديث الذي سمعته منه كاملا يقول سمعه من 50 شيخا سمعه في الشام وسمعه عندنا في المغرب هنا وسمعه في الهند وسمعه في مصر. إذن هل كل الناس يعلمون هذا؟ وهذه مسألة واحدة من مسائل العلم، مسألة واحدة ومن علم الحديث. لا نتحدث عن الأصول ولا نتحدث عن البلاغة ولا نتحدث عن التفسير ولا نتحدث عن فقه الحديث ولا نتحدث عن علوم العربية جميعها إلى آخره. انظر لهذه المسألة الواحدة فقط، هذا الحديث لوحده عن 50 شيخا كما ذكره حفظه الله. إذن الشيخ أسامة السيد الأزهري أليس برجل ثقة في العلم يؤخذ عنه العلم؟ مثل هذا ومن له الأهلية أن يتحدث في العلم؟ وكما قلت هو يعقد يعني محاورات في إحدى القنوات وهو يؤصل يبني، لأن المطلوب هو أن تبني، مفهوم؟ تقول لي كيف ذلك؟ بما يتاح إن أمكن. وسائل الإعلام شيء الآن شيء غاز للبيوت، شيء يغزو البيوت تغزو البيوت. الآن لا تكاد تجد بيتا إلا وفيه ماذا؟ جهاز تلفاز. لا يكاد يوجد بيت إلا وفيه ماذا؟ فيه حاسوب فيه هاتف فيه أنه متصل بالانترنت متصل بالشبكة العنكبوتية. واضح؟ بمعنى هذا من إحدى الوسائل. تقول لي وكيف يعني هذا الشخص الذي هو خارج ألا يملك هاتفا؟ ألا يقدر؟ ألا يمكن يعني مثلا هذا الهاتف أن يرى مثلا فيديو لأحد علماء الإسلام يستمع إليه يحاوره يحادثه فيستفيد منه وهكذا؟ ألا يمكن أن تكون له علاقات مع أناس آخرين ربما يكون عندهم شيء من الهم يحاول أن يراسله مثلا بشيء من هذا إلى آخره. فالمهم المقصود مثل هؤلاء الناس يعني هناك طرق شتى وأساليب متنوعة نتمكن بالوصول أو نتمكن أن نصل إليهم بها.
نعم تفضل. قلت نتوصل إليهم، يعني هنا نفترض أن الإنسان يريد الخير، يريد أن يتعلم، يريد أن يعرف دينه، يعني هو فيه خير ويبحث يعني عن دينه وعن الخير وأن يتعلم أمور يعني دينه التي يعبد بها الله تعالى. لكن كما ذكرنا في أول الحلقة تكلمنا عن الشباب الضائعين العاصين المغيبين، يعني بهذا المعنى، يعني ربما هم مغيبون غير واعين ربما بالمعاصي الواقعين فيها، وبالتالي هم اللي يبحثوا عن هؤلاء الدعاة هؤلاء العلماء ليربطوهم بربهم. وبالتالي هنا السؤال المطروح سي محمد، هل على العلماء أن يبذلوا المزيد من الجهود ليصلوا إلى هؤلاء الشباب هؤلاء العاصين المغيبين الغافلين، يعني ومحاولة انقاذهم يعني من هذه الطريق ربما التي هم واقعون فيها، يعني ولا ندعهم يعني ربما للشيطان ولأهوائهم وليعني هذه ربما المغريات التي تغريهم وتجعلهم يسقطون في مستلقعات المعاصي. نعم. يعني الإنسان إن كان عنده وعي فإنه أكيد سيبحث عن الخير ويحاول أن يبحث عنه ويعلم دينه وكذا. المشكلة في المغيبين أو حتى في يعني ربما الناس يعني من ديانة أخرى أو الملحدين أو ربما يعني الكفار بين قوسين، يعني إنسان أناس ربما ليسوا على دين الإسلام، أما يجب للدعاة أن يبذلوا المزيد من الجهود ليصلوا إليهم، يعني في بلدان أخرى ربما في أوروبا في الصين في الهند في كذا، ربما هناك ناس ربما لما وعوا على الدنيا وعلى أنفسهم وجدوا أنفسهم ربما لا دينيين يعني ملحدين، منهم من يعبد البقر وكذا، وبالتالي يعتقد أن هذا هو الصواب. وبالتالي يعني العلماء من شرفهم الله بأن يحملوا هذه الأمانة وأن يكونوا على دراية بشرع الله، أما يجب أن يبدو يسخر المزيد والمزيد وأكثر وأكثر من الجهود ليصلوا إلى هؤلاء الناس؟ كنت سألتك يعني منذ قليل، يعني الناس يعني من غير المسلمين الذين نخالطهم ونتعامل معهم، يعني أما يجب أيضا أن ندعوهم إلى الإسلام ونحاول أن يروا منا يعني الخلق الحسن وكذا نحببهم من في الدين؟ أقصد مثلا ربما لنقل مثلا نصراني أو ملحد أو كذا ربما يأتون إلى وقعت إلينا معه معاملة، صح وقعت معنا معهم يعني معاملة ربما تجارية أو يعني شيء، نعم شيء من هذا أو قدر الله لنا مثلا أن لقيا بهم مثلا خرجت مثلا من بلاد المغرب وذهبت إلى بلاد من بلاد يوم غير المسلمين، إن لم أبلغ له هذا الخير الذي شرفني الله بحمله، نعم يعني وأدعوها إلى الإسلام، ما سيقول ربي هذا يعني كنت معه في الدنيا ويعني وصاحبته وكذا ولم يدعوني إلى دينك وتركني يعني في غي وفي ضلال. لا شك هو مسؤول. نعم مسؤول. نعم. ويجب أن يزيل عنه يعني هذه المسؤولية بأن يبذل قصارى جهده لأن يدعو إلى دين الإسلام بجميع الطرق والسبل الممكنة. نعم. وأقصد بالسبل الممكنة الموعظة الحسنة كما قلنا، أن تربطه بمثلا بمن يمكن أن يقنعه ويدله على الخير وما إلى ذلك، أمور شتى يستغلها الإنسان ليصل إلى هذه الغاية. واضح؟ لأنه في حقيقة الأمر الدعوة تكون بماذا؟ تكون بما على قدر المستطاع. نعم. على قدر المستطاع، ربما قد يوفقك الله سبحانه وتعالى فتأخذ بيده وتذهب به إلى من عنده علم فيحاوره بالتي هي أحسن، فلعل ذلك الله سبحانه وتعالى يوفقه بكلمة يسمعها من ذلك الشخص إن كان يحسن ماذا؟ يحسن التبليغ ويحسن ماذا؟ الكلام ويحسن المحاججة. نعم معلوم حديث النبي صلى الله عليه وسلم لأن يهدي بك الله ورجلا خير مما طلعت عليه الشمس. نعم. وفي رواية أخرى لأن يهدي الله بك رجلا واحدا لعلي بن أبي طالب في حديث فتح خيبر
لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لا لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير من حمر النعم. نعم. ونتكلم يعني قبل أن نختم سي محمد عن الأشخاص. لما تحدثت عن العلماء. نعم. العالم هل مسؤوليته لوحده أم أن المسؤولية مشتركة؟ مسؤولية مشتركة. نعم. ملقاة على عاتق المسلمين جميعا. نعم صحيح صحيح. بلغوا عني ولو آية. نعم لا في أن يعان. نعم. خصو يتعاون. أنا بوحدو ما داير والو. العالم فهمتني وحدي. نعم. وحتى علماء قليل داكشي في حقهم. نعم. واضح. هو ربما أن يعان بأن تمهد له الطريق ربما أن تعطاه حرية يعني العالم أن تعطاه حرية لأن يدعو الناس إلى 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 دين الله. ليس هذا. نعم. هو أمور كثيرة ياك فهمتي أمور كثيرة جدا ومثلا نأخذ على سبيل المثال الإعلام الإعلام العالم لما لا تخصص له مثلا حلقات يلقي محاضرات في هذا الباب نعم ويستمع إليها من شاء أن يستمع ربما يعني في هذا الزمن الإعلام أصبح متاحا للجميع يعني هذا العالم يكفي أن يكون عنده هاتف وميكروفون ويصور ما عنده مشكل وينشر هذا الخير يعني في لا أنا أقصد الإعلام يكتفعنا الإعلام يعني في قضية أن تكون عنده نافذة من النوافذ التي يبلغ منها يكتفعنا ماشي بالضرورة الهاتف وحده يكفي هذا الهاتف يجب أن يكون عندك يعني فريق للعمل نعم. أما بالنسبة إذا صعد فإن الأمر متاح هناك بث هناك أمور كثيرة جدا تجري هناك من يصور هو فقط يأتي ليلقي ما شاء الله أن يلقيه على مسامع الناس فيبلغ عنه فيتاح له ذلك نعم ربما سي محمد نعود إلى أصل يعني النقاش وهما ربما الشباب الذين ارتموا في المعاصي يعني ولا يجدون من يوجههم إذن أشغل ندير الحاجة والله أنا ربما يعني أطرح معك هذا فكرة. هذا السؤال نعم سؤال فكرة يعني ربما أنا أقول لك نأخذ نموذج يعني نعم. لنقول مثلا شابة يعني متبرجة يعني بعيدة كل البعد عن الدين وعن مظاهر الدين مثلا تذهب ترتاد الحانات يعني تصادق يعني شباب كذا وكذا ربما مسألة الدين هي أبعد ما يمكن عنها وبالتالي يعني هي عندها عالمها الخاص مثلا ترتد الحانات يعني عندها أصدقاء يعني من أصدقاء سوء ربما الشيخ أو كذا يعني لا ربما لا تتطلع على ربما محاضرات الشيوخ أو تسمع إليهم ربما عندها يعني اهتماماتها وبالتالي هي ربما ستمضي في هذا الطريق يعني دائما هذا العالم دائما سوف تكون فيه إلا إن تغمدها الله برحمته ويعني هذا ولكن غالب الظن يعني في غالب الأحيان سوف تبقى يعني في عالمها هذا يعني أما يجب على العلماء أن يفكروا في طريقة لاقتحام هذا العالم يعني ربما وانتشالها منه يعني كيف سيقتحمنا والله ما أدري أنا أطرح معك هذا السؤال وإلا فإنها ستبقى مثلا في هذا العالم ربما وتشب فيه يعني وتكبر وتموت ربما على هذا الحال يعني وهي مسكينة يعني ربما تعتقد أن هذه هي الحياة وهذه هي يعني النمط الذي يجب أن تعيشه ربما وهي غافلة يعني هؤلاء الناس ربما الشباب يعني يكونوا طائشين يعني مرتمين في المعاصي وكذا نحن لا نريد لهم هذا ويقولون من شب على شيء مات عليه سأجيبك يعني من ينتشله من هذا الحضيض ومن ينتشله من هذه هذا المستنقع ويحاول أن يريهم طريق الله سأجيبك بي نعم لست أدري هل هو يحيى بن عمر لمتوني أو أبو بكر لمتوني في رحلته للحج وهو راجع كما حكت كتب التاريخ مر بأبي عمران الفاسي أحد علماء الإسلام أكابر السادة المالكية في القيروان فقال له إن قبائل الصحراء هو ينتسب لقبيلة لمتونة وقبيلة مسوفة وقبيلة قدالة وهي فرع للقبيلة الكبيرة صنهاجة مسمت الآن عندنا في المغرب بزنقة
صنهاجة وكانوا يستوطنون الصحراء. قال له إن هؤلاء عندهم إن قوم عندهم جهل بالدين ويعني جهل كبير، فهل تفضلت وذهبت معي لتفقه هؤلاء؟ قال أنا لا أستطيع بحكم أنني أنا الآن على ثغر من ثغور الإسلام في هذه البلاد، أفقه الدين، أفقه الناس في دينهم، أدلهم على طريق الله تبارك وتعالى، لأنه كان فقيها بكل ما تحمل الكلمة من معنى، الفقيه الذي هو فقيه. لكن سأحيلك على أحد فقهاء المغرب وهو الفقيه وقاق بن زل اللمطي، فربما إن صادفت عنده يعني ما يدعوه إلى الذهاب معك سيذهب. فعلا خرج ومر عليه، قال ربما هنا بأغمت إن كنت لا يعني لم يكن عندي وهم. فلما لقي الشيخ الفقيه وقاق بن زل اللمطي قال نقلت إليك رسالة من أبي عمران الفاسي لما مررت به في القيروان وأحالني عليك، إن كان لك هناك من يعني من قدرة كي ترافقني من الصحراء لتفقيه الناس في دينهم. قال أما أنا فلا أستطيع، ولكن ها هو ذا تلميذي عبد الله بن ياسين. فهو من الفقهاء المعتبرين عندي المتمكنين. فعلا رافقه رافقه وذهب إلى الصحراء، فمكث هناك يفقههم ويعلمهم في الدين. واضح؟ هذا أمر. والمقصود أن الشخص الذي مثلا هل له مبرر في أن يكون خارجا عن طاعة الله؟ ليس له مبرر، نعم، عليه أن يبحث، ولا يعذر أحد بالجهل. واضح؟ هذا ما يمكن أن أقوله، مفهوم؟ نعم. ثم الأمر الآخر، الأبوان، مفهوم؟ لهم قسط من المسؤولية بدلالتهم على ماذا؟ على الدين. لماذا لا يعقدون مع ابنائهم مثلا جلسة في بيوتهم؟ واضح؟ نعم. تجد الآباء مثلا يسهرون على تعليم أبنائهم، فلماذا لا يقومون بتخصيص وقت معين لأبنائهم بأن نبحث لهم عن من يعلمهم القرآن، من يعلمهم أحكام الدين الأساسية، نعم، من يربطهم بطريق الله تبارك وتعالى، من يذكرهم بالله؟ دور الآباء هو ماذا؟ أن يبحثوا عن من يعلم أبنائهم كتاب الله سبحانه وتعالى، الأحكام الأساسية في الدين، من يؤدبهم. نعم. ومن أشهر المؤدبين الذين اشتهروا في التاريخ ابن أبي الدنيا الذي كان يؤدب أبناء أحد خلفاء بني العباس مثلا، لعله الأمين والمأمون إن لم أكن واهما، المهم يؤدب أحد خلفاء بني العباس. وكذلك الأصمعي كان من مؤدبيهم. ما معنى المؤدب؟ أنه يأتي به مثلا الأسرة الآن كمثال، والأسرة الآن يحاولون في بعض الأسر مثلا إذا أردت مثلا زوجة أن تقوم بتنظيف البيت وبتهيئته، إن لم تستطع أو إن كانت تريد من يعينها تبحث عن امرأة فتؤدي لها فتعينها على هذا الفعل وعلى هذا الأمر لقاء ماذا؟
لقاء أن لقاء مقابل مادي ليس كذلك. فلماذا الأب مثلا لا يأتي بمثلا مؤدب محفظ للقرآن معلم يعلم بعض أبجديات العلم الشرعي؟ أنا أعرف بعض الأسر يفعلون هذا. فيكون ذلك سببا في ماذا؟ في تنشئة الأبناء على هذا الخير. نعم، هذا إن كان الوالدان يعني هما أيضا يعني تم تنشئتهما تنشئة إسلامية ودينية صحيحة، فعندها سوف يفتنون لأن أولادهم هم أيضا يجب أن يتربون بنفس الطريقة على الدين وعلى الأخلاق وكذا. ولكن ربما في غالب الأحيان هؤلاء الشباب الذين نجدهم منفلتين يعني ومنغمسين في المعصية تجد أباؤهم أيضا يعني على نفس المنوال، وبالتالي نعود مرة أخرى إلى دور العالم ودور يعني الواعظ ودور الداعية في هذه الحالة. يعني العالم كل العيب يقع عليه، يعني يجب أن يربي الأباء ومعهم أبنائهم أيضا. يعني وبالتالي يعني نقول، حتى أنك ذكرت ربما ذلك العالم الذي ربما كان على تغريب من تغوري الإسلام، فطلبه يعني البعض أن يذهب إلى قوم ليعظهم وكذا، فانتدب لهم يعني شخص آخر ليذهب إليهم. يعني هنا يعني فطنوا إلى مشكلة يعني قائمة، فهم تحركوا، هؤلاء العلماء هم تحركوا ليذهبوا إلى هؤلاء القوم ليعظوهم. يعني لم ينتظروا يعني حتى يعني هؤلاء الناس العاصين الضالين يعني أن يأتوا إلى العلماء، هم يعني تنبهوا إلى أن هناك مشكلة وأن هناك أناس بعيدين عن الله، فهم يعني أخذوا يعني أخذوا المبادرة وذهبوا إلى هؤلاء الناس لينبهوهم يعني وينتشلوهم من المستنقع الذين هم واقعين فيه وهو مستنقع المعصية. يعني هذا ما نقوله. يورا هادشي اللي خصو يكون. نعم، هما اللي خصهم يقلبوا. نعم، واش انت تتسنى دروك العالم يدقوا البيوت بيتا ليعظهم؟ ما هم اللي خصهم يقلبوا. راه كيف ما قلت لك المسؤوليه مثلا لا يعفى منها احد. هم مطالبون بان يبحثوا عن، كما انهم يبحثون عن عن الدنيا ياك، عن الاسباب المعينه على الدنيا، فكذلك هم مطالبون بان يبحثون عن اسباب الاخره. واضح؟ نعم. ولكن إن كانت هناك غفلة، فهم ليسوا معذورين. لا يمكن هذا الأمر، لا يعفى منه أحد. لا يسمعون الأذان. واضح. المهم هو أمر كثير جدا، ويعني أو أمر فيه ما أخذ وملاحظات، ولعله نتركه لأمر آخر إن صح التعبير أو حلقة موالية إن شاء الله، ونتحدث عن هذا الموضوع إن شاء الله. سي محمد تعالى نتكلم يعني في سهرات رمضانية أخرى إن شاء الله. إن شاء الله في هذا الموضوع ربما في موضوعات أخرى إن شاء الله. نسأل الله تعالى أن ييسرها. أمين. بارك الله فيك سي محمد، وجزاك الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حفظكم الله ودلع جميعا، جزاك الله خيرا، بارك الله فيك.